حلقتنا النهاردة معانا مفاجأة، ومعانا قناتين جداد تم ظهورهم مكان أسماء قنوات أخرى. ركز معايا في حلقة النهاردة علشان يا معلم تقدر في الآخر تلاقي كل حاجة عندك موجودة وزي الفل، لأن زي ما بقول لحضراتكم القناتين اللي معانا تم ظهورهم داخل أسماء قنوات أخرى ولسه الاسم لغاية دلوقتي ما تغيرش. هخش دلوقتي على موضوع حلقتنا علشان ما طولش على حضراتكم، وبعد الصلاة والسلام على رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما. التردد اللي القناة أو القناتين ظهروا عليه هيكون 11680، علشان ما ننساش هو تردد حزمة شرقية، ناس كتيرة تعرف وناس ما تعرفش. 11680 على معدل ترميز 27500، والاستقطاب اللي هيكون عمودي او حرف الفي او كلمة اسمها رأسي. كل ده بيرجع على حسب نوع الجهاز اللي عند حضرتك، ممكن يكون فيه الام عمودي او حرف الفي او رأسي، انت بتختار وانا جايب لك كل حاجة علشان اسهل الدنيا على حضراتكم. بعد لما هتبحث على التردد ده تلاقي 38 قناة هم اللي ظهروا على التردد ده، قابلين للزيادة والنقصان في اي وقت. جميل. صورة القنوات هتكون SD، بتشتغل على جميع الاجهزة. ركز معايا بقى في الخطوة الجاية دي او في الكلام الجاي ده. قبل ما اعرفك ايه هي اسماء القنوات، عايزك ما تنساش الضغط على زر اللايك، اللايك بتاع حضرتك مهم جدا جدا، وما تنساش كمان تساهم بنشر هذا الفيديو علشان الكل يستفيد. عايزين الكل يستفيد من الفيديو بتاع النهاردة، من حلقتنا النهاردة، لان هنا هتعرف ازاي تجيب كل حاجة. تمام. اول قناة معانا اسمها ده. القناة دي حضراتكم تم ظهورها مكان هذه القناة زي ما واضح دلوقتي قدام حضراتكم. القناة دي تم ظهورها مكان القناة دي. هنروح دلوقتي على القناة التانية، وده هيكون اسمها. القناة دي تم ظهورها مكان القناة دي. تمام حضراتكم، يعني الاسماء لغاية دلوقتي لسه ما اتغيرتش، ممكن تتغير خلال الايام القادمة او ممكن تفضل موجودة كده، ممكن القنوات دي فجأة ما تلاقيهاش، لان طبعا حضراتكم عارفين ان حاليا الامور غير مستقرة داخل قنوات نايل سات. قبل ما اختم حلقتنا النهاردة في نصيحة بحب اقولها دايما لكل اخواتي وكل حبايبي لوجه الله تعالى، الا تجعلهم المشاهدة يا اصدقائي تلهيكم عن الصلاة وعن ذكر الله وعن العبادة وعن حياتكم اليومية. دائما انتبه لنفسك ونظم وقتك، وخلي دايما كل حاجة في حياتكم يكون ليها وقتها. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.